يا مساء الفل أعزائي المشاهدين، النهاردة في الفيديو ده هنستعرض مع حضراتكم أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديدا الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وهنوضح لحضراتكم التكلفة والأرباح لكل فيلم، وهنعرفكم كمان تقييم كل فيلم على موقع IMDb. وعموما أنا ندو معاكم من قناة سينما ستور، ويا أهلا وسهلا بيكم. وبيكون معانا في المركز العاشر فيلم جديد اسمه أبرنتس. تصنيف الفيلم بيكون سيرة ذاتية دراما تاريخ، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024، وبتدور أحداث الفيلم أيام السبعينات، وبنعرف إن دونالد ترامب كان شاب طموح جدا، وكمان بنعرف إنه ترك العمل مع والده وابتدى يشق طريقه بنفسه، وقدر إنه يصنع اسم لنفسه في مجال العقارات في منهاتن، وبيتعرف على محامي اسمه روي كوهن، والرجل ده كان بيساعده في مجال العمل، وكمان ابتدى يتعلم منه ازاي يدير حياته الشخصيه، وبعد كده الراجل ده اصبح احد اهم الشخصيات في حياته. وعموما تقييم الفيلم مع موقع IMDb حصل على 6.9 من اجمالي تصويت 2700 صوت، وتكلفه انتاج الفيلم وصلت الى حوالي 16 مليون دولار، وبعد اول اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالميه المليون و850 الف دولار. What if you lost your fortune today? Well, then maybe I'll run for president. I don't know. I say if you're indicted, you're invited. وبيكون معانا في المركز التاسع فيلم اسمه The Nightmare Before Christmas. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن رعب خيال علمي، والفيلم ده هو نفس الفيلم اللي تم إصداره سنة 1993، وتم إعادة عرض الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024، وده بمناسبة اقتراب أعياد الهالوين. عامة قصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه جاك، وبنعرف إنه كان بيعاني من الملل والزهق، لأنه كان كل سنة في نفس الوقت ده كان بيحتفل بأعياد الهالوين، وكان بيعيد نفس الشيء في كل مرة، لدرجة إنه زهق خلاص من اللي بيعمله ده. وفي يوم من الأيام بيتعرف على بلد جميلة كانت بتحتفل بالكريسماس، وابتدى يتأثر بالفكرة بتاعتهم، وكان بيحاول يقلد سانتا كلوز، وهنشوف في النهاية هل هينجح في ده ولا لأ. وبعيدا على ان الفيلم ده قديم، بس الفيلم ده من الافلام الممتعه. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.9 من اجمالي تصويت 383 الف صوت، وتكلفه انتاج الفيلم وصلت لحوالي 18 مليون دولار، وبعد اول اسبوع عرض وصلت ايرادات الفيلم العالميه ل 2 مليون و300 الف دولار. معانا في المركز الثامن فيلم جديد من ضمن سلسلة أفلام ماي هيرو أكاديميا، والعنوان الجديد للفيلم بيكون اسمه يور نيكست. تصنيف الفيلم بيكون أنمي أكشن، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024، وفي الجزء ده بنشوف أعضاء فريق هاي كلاس 1A في مواجهة دارك مايت ومنظمة الجريمة الغامضة، لأنهم كانوا بيدمروا المدينة والناس الأبرياء. وطبعا أغلب حضراتكم مش فاهمين حاجة، وبيني وبينكم أنا كمان مش فاهم القصة قوي، وده علشان لازم تكون متابع السلسلة من أولها. بس عامة هما مجموعة سوبر هيرو وبيدوروا الضرب في بعض. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.9 من إجمالي تصويت 650 صوت، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 26 مليون و 622 ألف دولار. بيصعد فيلم ساتردي نايت إلى المركز السابع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الـ19. تصنيف الفيلم بيكون سيرة ذاتية كوميدي دراما، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024، وقصة الفيلم بتحكي عن واحد اسمه لورن مايكلز، والراجل ده كان المنتج للبرنامج الشهير ساتردي نايت، وقصة الفيلم مستوحاة عن الأحداث الحقيقية اللي حصلت في أول 89 دقيقة الأول بس للبرنامج، وتحديدا كان في 11 اكتوبر سنة 1975. واي نعم البرنامج ده مشهور وبيكون ليه شعبية كبيرة، بس ما اعتقدش ان في حد فيكم هيكون مهتم باحداث زي ديت،
عموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 7.4 من إجمالي تصويت 2700 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 30 مليون دولار. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية إلى 4,188,000 دولار. They want you to fail. We just have to make it to air. وبتراجع فيلم ترانسفورمرز 1 إلى المركز السادس للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الرابع. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن أكشن مغامرة، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 13/9/2024. وبتدور أحداث الفيلم على كوكب سايبرترون، والفيلم ده بيركز على العلاقة ما بين الروبوتين اللي هم أوبتس برايم وميجاترون. وبنعرف إنهم في الأول كانوا أصدقاء قبل ما يكونوا أعداء، بنشوفهم وهم بيخوضوا رحلة كبيرة في مواجهة الشر. عامة تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل 7.8 من إجمالي تصويت 14,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 147 مليون دولار. بعد رابع أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 111 مليون و 351 ألف دولار. Now is the time for us to stand up together as one. بيكون معانا في المركز الخامس فيلم جديد اسمه بيس باي بيس. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن سيرة ذاتية، وتم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024. والفيلم ده بيكون عبارة عن سيرة ذاتية للموسيقي فريال ويليامز، بس أول مرة نشوف فيلم سيرة ذاتية عن طريق قطع ليجو. بس كالعادة زيه زي أي فيلم سيرة ذاتية، هنتعرف على شخصيته وكمان التحديات اللي كان بيقابلها، وكمان هنشوف المواهب الكبيرة اللي كان بيمتلكها. والراجل ده مشهور بأغنيته الشهيرة هابي، واللي وصلت إلى أكتر من مليار مشاهدة على اليوتيوب. عموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 7.4 من إجمالي تصويت 650 صوت. تكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 16 مليون دولار، وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 3,800,000 دولار. Hey Pharrell. Hey, how you doing, man? You know, it'd be cool as if we told my story with Lego pieces. Seriously? Yes, Lego. Just be open. وبيتراجع فيلم بيتلجوز إلى المركز الرابع للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الثالث. تصنيف الفيلم بيكون كوميدي رعب خيال علمي، وتم إصدار الفيلم يوم 6/9/2024. وأحداث الفيلم مكملة لأحداث الجزء الأول اللي تم إصداره سنة 1988، وبنعرف إن عائلة ديتس بتعود إلى منزلها في وينتر ريفر مرة تانية. المهم في يوم من الأيام بنت ليديا بتكتشف النموذج الغامض للمدينة، وعن طريق الخطأ استعانت بيتلجوز من عالم الموتى، وده طبعا بيورطها وبيورط مامتها في رحلة كوميدية. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.9 من إجمالي تصويت 72,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت لحوالي 100 مليون دولار. وبعد سادس أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية 420 مليون و 317,000 دولار. The juice is loose. بيتراجع فيلم الجوكر إلى المركز الثالث للأسبوع الحالي، وده بعد لما كان الأسبوع اللي فات في المركز الأول. تصنيف الفيلم بيكون جريمة دراما موسيقي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 14/10/2024. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن الفيلم ده يعتبر الجزء الثاني لفيلم الجوكر اللي تم إصداره سنة 2019. وكالعادة الفيلم بيكون من بطولة النجم العالمي واكين فينيكس، وفي الجزء الجديد بيشاركوا النجمة ليدي جاغا، وبتدور أحداث الفيلم في مدينة جوسم، وده بعد مرور سنتين على أحداث الجزء الأول. وبنعرف إن أرثر فلاك كان مسجون وكان بيستعد لعرضه على المحكمة، بس أثناء سجنه دخل أحد المصحات بيقابل هارلي كوين، وبقى ما بينهم قصة حب مجنونة، وهنشوف العلاقة ديت هتأثر على حياته إزاي. عموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 5.3 من إجمالي تصويت 72,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 200 مليون دولار. وبعد تاني أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 165 مليون و 311,000 دولار. وقدر فيلم ذا وايلد روبوت
إنه يحافظ على المركز الثاني للأسبوع الثاني على التوالي. تصنيف الفيلم بيكون أنيميشن كوميدي خيال علمي، وتم عرض الفيلم بالسينمات يوم 27/9/2024. وقصة الفيلم بتحكي عن روبوت اسمها روز، وبنعرف إن السفينة بتاعتها بتتحطم وبتلاقي نفسها في جزيرة منعزلة، وكان عليها تتكيف مع البيئة الصعبة اللي حواليها، وبتتعرف على الحيوانات وبتنشأ علاقة جميلة ما بينهم. وبنعرف كمان إنها بتتعلق بوزة يتيمة وبتلت تعلمها طريقة الطيران، وكمان كانت بتحميها من الحيوانات المفترسة. والفيلم ده حصل على ردود أفعال إيجابية جدا، وكمان الفيلم ده كان فيه مشاعر جميلة. عموما تقييم الفيلم على موقع IMDb حصل على 8.5 من إجمالي تصويت 19,000 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 78 مليون دولار. وبعد تالت أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 148 مليون و 455 ألف دولار. Aggression detected. I see your problem. بيكون معانا في المركز الأول فيلم Terrifier 3. تصنيف الفيلم بيكون رعب وإثارة. تم إصدار الفيلم بالسينمات يوم 11/10/2024. وطبعا ده بيكون الجزء الثالث من سلسلة أفلام Terrifier. وكالعادة بتدور أحداث الفيلم وقت الاحتفال بأعياد الميلاد، وبنعرف إن أرض المهرج بيرجع مرة تانية في وقت الاحتفال بأعياد الميلاد. والناحية التانية بنعرف إن سيانا وأخوها الصغير كانوا بيحاولوا يظبطوا حياتهم المدمرة، وده بعد الأحداث اللي تعرضوا ليها في الجزء السابق، وكان عندهم اعتقاد إنهم هيقضوا الاحتفال بأعياد الميلاد بصورة آمنة. بس للأسف بيرجع القاتل المتسلسل أرض مرة تانية، وبيحول الفرحة بتاعتهم إلى كابوس جديد، وكالعادة كانوا بيحاولوا يهربوا منه، وفي نفس الوقت كانوا بيحطوا خطة للتخلص منه، بس هل هيقدروا عليه ولا هيفشلوا؟ وزي ما وضحنا لحضراتكم قبل كده إن النوعية دي من الأفلام بتبقى مليانة دموية صعبة جدا. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 7.2 من إجمالي تصويت 5400 صوت، وتكلفة إنتاج الفيلم وصلت إلى حوالي 2 مليون دولار. وبعد أول أسبوع عرض وصلت إيرادات الفيلم العالمية ل 18 مليون و 300 ألف دولار. وبتمنى من حضراتكم تتابعوا صفحتنا على الفيسبوك وإنستجرام من دلوقتي علشان ما تفوتوش أي خبر أو أي فيلم جديد بقى متاح تحميله. Who's this Santa? He's scaring my kid. Yeah, he's scaring me too. Hey, Santa's handing out presents! دي كانت أفضل 10 أفلام متصدرة البوكس أوفيس، وتحديدا للأسبوع الثالث من شهر أكتوبر. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.